السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ ربكم بخير. بالله عليك انت ممكن تقولي انت مستني ايه علشان تحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت عارف النهاردة يوم الجمعة وصادف ان هو اول يوم في رمضان، يعني يوم الجمعة هو افضل ايامنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم ليوم الجمعة فاكثروا فيه من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي. واول يوم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين او صفدت مرضة الشياطين او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانت كل الاجواء قدامك مهيئة ان انت تبقى في روحانيات رهيبة. خد الهداية دي مش خسارة فيك والله ولا خسارة فيك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلناه من شوية اللي هو بتاع ان افضل ايامكم ليوم الجمعة فاكثروا فيه من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي. قالوا ايه؟ قالوا ان في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم بر بالوالدين، يعني انت كده بار بابوك وامك. ايه دي ايه دخل دي بدي؟ انا اقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وفهمنا ان في ملك موكل بتوصيل السلام والصلاة منك للنبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي زي الشاطر لما تسمع الفيديو ده وتقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، الى اخر التشهد او نصف التشهد الاخير. ايا كانت الصيغه اللي انت تصلي بيها على النبي صلى الله عليه وسلم، الملك ده يقوم واخد كده الصلاه بتاعتك دي ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره يقول له يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله. فقالوا ايه؟ قالوا ان ذكر الوالدين عند الصالحين، يعني لما في ناس صالحة يذكروا ابوك وامك بسببك ده بر، فما بالك لما ابوك وامك او والداك يذكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين بسببك. ما انت تصلي عليه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو مش مشترك معانا على اليوتيوب بس هتدخل على اليوتيوب وتكتب أسامة البهناسي هتلاقي فيديوهات كتير ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. ممكن تشترك معانا وتفعل الجرس عشان توصلك اي فيديوهات هنزلها ان شاء الله الفترة اللي جاية. اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، اوعى تنسى وردك اليومي من قيام الليل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.